هبدأ النهاردة بقى الكلام وهبدأ الحلقة وهنبدأ كلامنا بزيارة مهمة جدا وكلمنا عنها امبارح، وهي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك، وده كان تلبية للدعوة اللي تلقاها من فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة طبعا كابتن حسين لبيب. في بداية الزيارة خليني أقول لحضراتكم يعني الكواليس. حرص مجلس إدارة النادي في الزمالك على الدعوة دي، وكان مهم جدا ان يعني مشاهد زي دي محترمه ان احنا نشوفها بصراحه. هم حرصوا هناك ان هم يبقى فيه وقوف دقيقه حداد على روح طبعا العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وكانت لفته اعتقد محترمه جدا وطيبه جدا اللي قام بيها مجلس الاداره بتخصيص كمان مقعد للعمري فاروق كان على يمين كابتن محمود الخطيب، وتم وضع باقه من الورود عليه تكريما لذكرى. فعشان كده احنا بنتكلم ان في شخصيات يعني ملهاش علاقه خالص بكيان هي تابعه ليه او بجنسيه هي تابعه ليها او بمؤسسه هي تابعه ليها خالص. في شخصيات لا يختلف عليها اتنين، العمري فاروق ربنا يرحمه من الناس دي، وتاني هرجع اقول الرجل بيرحل، الشخص بيرحل، ذكراه والسيره الطيبه بتبقى، وهو من الناس دي حقيقي يعني اسال اي حد. وتاني على الصعيد الآخر بقى لا بجد لمسة وحركة محترمة جدا جدا من مجلس الإدارة، ومشهد كنا متوقعينه على فكرة، يعني مشهد كنا متوقعينه ان هي دي الأخلاق الطبيعية، هي دي الأخلاق اللي احنا نعرفها. خلال الزيارة كمان قام كابتن محمود الخطيب خليني اقول لحضراتكم بإهداء درع وعلم النادي الأهلي الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وكمان كابتن حسين لبيب قام بإهداء كابتن خطيب درع وعلم نادي الزمالك، وده تأكيدا ولمسات بتبقى طيبة جدا على العلاقات القوية والوطيدة اللي بتجمع الناديين الكبيرين طبعا الكبيرين في إطار العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية، شاء بقى من شاء وأبى من أبى، قطبي الكرة المصرية و المنظومة كلها طبعا الكروية في مصر. اللي خلينا نقول برضو كانت امبارح المشاهد نقدر نقول اللي هي عادت مرة تانية، رجعتك للزمن الجميل والروح الجميلة اللي موجودة، وكان في تقدير كبير يعني وروح حلوة، ودايما كان في منافسة هتقول عليها شرسة هتقول عليها اللي تقوله، بس هي كانت منافسة وهتظل منافسة شريفة، وده مش غلط. وما بنتكلمش بس في كرة القدم على فكرة، انت بتتكلم على كل الرياضات وده شيء محترم جدا. الفترة الأخيرة كمان شهدت العديد من المواقف الإيجابية اللي الواحد لازم بصراحة يقف عندها، واللي بتعكس لو قلنا فعلا أواصر قول الحب، الروح الطيبة بين الكيانات، الاحترام بين الكيانات الكبيرة اللي احنا بنتكلم بشأنها دلوقتي، وبتساهم طبعا في دعم وسندة كل المنتخبات الوطنية. يعني خلينا نرجع برضو بالتاريخ، منتخب مصر نسبة الأكبر منه بتكون نادي الأهلي وبعد كده نادي الزمالك، فأنت عندك تقريبا منتخب بيتكون الأساسي فيها أو الأعداد الكبيرة منها من الأهلي والزمالك، فأكيد لازم يكون في علاقة طيبة، لازم يكون في روح طيبة بين مجالس الإدارة وبين الجماهير، وده اللي احنا برضو هرجع وأقول واخدين عليه ونعرفه. كابتن محمود الخطيب كمان وجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة، وأعرب كمان عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، وقال إن الزيارة دي يمكن اتأجلت بس كان بسبب الظروف اللي ألمت بالنادي الأهلي وهي وفاة سيادة الوزير العمري فاروق رحمة الله عليه، وأكد كمان إن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وإن هي هتظل راسخة وثابتة ولن ينال منها الأفراد حتى لو حدثت على فترات بعض الامور اللي هي يعني غير مالوفه احيانا، وخلينا نقول نادرا برضو. كابتن خطيب برضو اوضح ان علاقه الاهلي بالزمالك متميزه مش من النهارده، ليست من اليوم، ولكن منذ نشاه الناديين، بنتكلم من اكتر من 100 سنه، وهي العلاقه اللي بتمثل العنوان الرئيسي للرياضه المصريه. خلينا نروح نستمع لكلمه كابتن خطيب ونرجع نكمل. علاقه الاهلي بالزمالك مش النهارده، علاقة الأهلي والزمالك بالتاريخ بدأت في ناديين قبل أكثر من 100 سنة فاتت. هي علاقة من وجهة نظرنا، من وجهة نظري، بتمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية، مش بس كرة القدم، كل الحاجات. وجود مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده في مقر النادي الزمالك، ما هو إلا حلقة من الحلقات اللي بدأتها أجيال عظيمة سبقتنا كلنا، وساهمت في بناء العلاقة دي وحافظت وحافظت عليها على مدار السنوات اللي فاتت. يعني إيه مش وظيفة
ثلاث علاقة ظهيرة إيمانا منهم إن دي هي الرياضة المصرية. الأهلي والزمالك كنت بقى الرياضة المصرية مش هما بس. وكتير من كل الأندية المصرية المشاركة معانا في كل المسابقات. التاريخ الرياضي شاهد على مواقف كتيرة جدا. مواقف كتير جدا بين الأهلي والزمالك. في خدمة الرياضة المصرية. الكلام ده يا جماعة حصل على مر كل الأجيال كان متعاطف علينا، إحنا جيل الحالي. الأجيال استغفر الله مفيش احترام للبلد. لازم الناس تعرف إحنا بنلعب رياضة. وبنتنافس منافسة شريفة. وده شيء طبيعي. كل نادي من حقه المشروع انه يحاول يكسب، لكن المكسب يا جماعه الحقيقي، المكسب الحقيقي ان احنا الاول لازم ندور على صاحب بلدنا مصرنا الحبيبه يعني، ولازم التعصب ده احنا لدينا ان احنا اللي صورنا وقررنا ازاي التعصب ده ليه، ولازم نحافظ على الروح الطيبة بين جماهير الكرة المصرية وخاصة طبعا جماهير الأهلي والزمالك. من هنا بقى أنا بدعو جماهير الأهلي وجماهير الزمالك وبين كل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي وكل ثقة فيهم كل الجماهير والإعلام الرياضي. يا جماعة لازم نخلي مصلحة مصر هي في مشكلات قدامنا وأهم كل شيء. كلنا عارفين إن بلدنا بتخوض تحديات كبيرة بقالها فترة وما زالت. بلدنا محتاجة تكاتف كل الكيانات الكبيرة زي الأهلي والزمالك وكل المؤسسات الوطنية سواء كانت رياضية أو غير رياضية. لازم كلها تكون ايد واحده ومشيت في خط واحد. دي مصلحه بلدنا وكلنا ثقه في الدوله وقيادتها طبعا على راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مره ثانيه بشكر مجلس اداره نادي الزمالك على الدعوه الكريمه وبنشكره على الاستقبال وبنهنيه على استقبال الجمعيه العموميه وبندعوه ان شاء الله لزياره النادي الاهلي في وقت يعني يكون متفق عليه. مش عايز كمان انسى الحقيقه شكر كل الاخوان الاعلاميين والصحفيين اللي جابوا معانا النهارده. في النهايه